السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهارده عن مواعيد مباريات اليوم الأول في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022. سيقام في اليوم الأول في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022 أربع مباريات في هذا اليوم، وهتبدأ المباريات بالمباراة الأولى اللي هتكون ما بين فريقين ويلز وإيران في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن علي. أما المباراة الثانية فهتكون ما بين كل من قطر والسنغال في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السمامة، وهذه المباراة تهمنا جميعا لأن فيها طرف عربي وآخر أفريقي اللي بنتمنى ليهم كل التوفيق في هذه المباراة. أما المباراة الثالثة فهتكون ما بين هولندا والإكوادور في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وهتتلعب على ملعب خليفة الدولي. والمباراة الأخيرة والرابعة في اليوم الأول من الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022 هتكون ما بين إنجلترا وأمريكا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب البيت. يا ترى يا هل ترى مين هيفوز في المباريات الأربعة، ويلز وإيران وقطر والسنغال وهولندا والإكوادور وإنجلترا وأمريكا؟ فبعد تعادل ويلز في المباراة الأولى المأمورية أصبحت صعبة جدا أمام منتخب إيران اللي خسر أول لقاء أمام إنجلترا بنتيجة كبيرة بنتيجة 6-2، ومعنى خسارة إيران إن الفريق يخرج من البطولة ويودعنا كارلوس كروش بدري بدري زي ما خلانا ما نوصلش كاس العالم. أما خسارة قطر من السنغال تعني إن إحنا نقول باي باي قطر من بطولة كاس العالم قطر 2022، ونفس الكلام على السنغال، لو السنغال خسرت نقول باي باي السنغال الخروج من كأس العالم قطر 2022. فالمباراة صعبة على الفريقين، والهزيمة الفريقين هتكون علينا احنا سواء كعرب او كأفارقة حاجة صعبة جدا، لان احنا هنخسر في خسارة اي من الفريقين فريق منهم، وهيبقى خسرنا ضلع من أضلاع الفرق العربية والفرق الأفريقية في هذه البطولة. فالمباراة صعبة جدا على كل من الفريقين، ولكن يهمنا أن المنتخب القطري يفوز في هذا اللقاء عشان يبقى له فرصة أن هو يكمل في هذه البطولة، لأن تكملته في البطولة ووصوله إلى دور 16 نجاح كبير للبطولة لو كمل فيها، ولكن لو خرج البطولة هتفقد رونقها لأن صاحب الأرض والجمهور هيكون خرج وطلع بره البطولة. أما في المباراة الثالثة في الطواحين الهولندية هتحاول الاستمرار على سكة الانتصارات بعد ما فازت في أول لقاء على السنغال بهدف مقابل لا شيء، هتحاول إن هي تكسب الإكوادور وتكمل مسيرتها. ونفس الكلام واقع على الإكوادور، فبعد ما الإكوادور كسبت قطر بهدفين مقابل لا شيء فهتحاول تكسب المنتخب الهولندي عشان تكمل مسيرتها، ولكن المأمورية صعبة جدا على منتخب الإكوادور، فمنتخب هولندا منتخب كبير جدا وصعب ان هو يخسر مباراة مهمة زي دي. اما المباراة الأخيرة فهي مباراة إنجليزية خالصة، الانجليزي الامريكاني هيلعب قصاد الانجليزي البريطاني في مباراة في
في كأس العالم قطر 2022. يا ترى يا هل ترى مين هينتصر في هذه المباراة؟ فإنجلترا بتحاول إن هي تثبت إن هي ما كسبتش إيران بالصدفة بنتيجة كبيرة، النتيجة اللي هي 6-2 دي ما كانتش صدفة، وبتدي إنذار شديد اللهجة لكل المنتخبات اللي هتواجهها في البطولة. أما منتخب أمريكا فبيحاول إن هو يخرج من عنق الزجاجة بعد التعادل مع ويلز في أول مباراة بنتيجة 1-1، والمأمورية صعبة لأن منتخب إنجلترا منتخب قوي وعنيد ومتكامل في كل الصفوف. فنتمنى إن إحنا نشوف مباريات قوية في الجولة الثانية من اليوم الأول في كأس العالم قطر 2022. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن مواعيد مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية في كأس العالم قطر 2022، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.